السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد المجيد مرة ثانية من قناة All About Linux. هذا الفيديو الثاني راح أتكلم عن تخصيص توزيعة Linux Mint. طبعا بما أنك مستخدم عربي فراح نحتاج كمستخدم عربي إلى اللغة العربية، قراءة وكتابة. هل نبدأ أول شيء؟ أول ما يشتغل نظام هذا شكله، اللي هو شكل واجهة الدخول. لو أنك اخترت أنه يجب تسجيل الدخول بكلمة مرور راح تظهر لك هذه، لكن لو اخترت أنه عادي يدخل بدون كلمة مرور ما راح تظهر هذه، راح تظهر لك صفحة المكتب. المشكلة ما هنا، المشكلة لو أنك مثلا عندك مشكلة بجهازك فما راح تظهر لك الواجهة الافتراضية، تمام، راح تظهر لك الواجهة الكلاسيكية. فالشرح هذا أنا ما راح أشرح الواجهة هذه جنوم، راح أشرح الواجهة جنوم كلاسيك. فلو كنت داخل هنا على جنوم هذه راح أظهر لك بالجهة اليسرى أو بالجهة اليمنى اسمك، اضغط عليه بعدين اضغط على أخرج أو لوج أوت عشان يطلع لك النافذة هذه، واختار من هنا الترس هذا على جنوم كلاسيك بحيث إني أتأكد إنه جميع المتابعين متابعين بنفس طريقة شرح واحدة. خلونا ندخل، دخل كلمة مرور واضغط انتر. ظهر لك هذه الواجهة الإنجليزية. لو ظهرت الواجهة العربية، مع انه احنا نتفرق كبت عربي بس قلنا لو الابليكيشنز راح تصير من تطبيقات، فانت تضغط على تطبيقات، بعدين سيستم تولز اللي هي ادوات النظام، بعدين سيستم سيتنجز اللي هي اعدادات النظام، اضغط عليها راح يظهر لك نافذة بها جميع اعدادات النظام. احنا يهمنا الان لانجويج سبورت اللي هو دعم اللغة. لما تضغط هنا لأول مرة راح يظهر لك هنا نافذة هذه التحقق، راح يقول لك تحميل أو انستول، اضغط عليه راح يبدأ ينزل لك ملفات من الانترنت. طبعا لما تضغط عليه راح يطلبك من كلمة المرور، شيء طبيعي لأنك أنت على لينكس راح تستخدم كلمة مرور. كان المفروض البداية أنك أقول لك إنه هاللينكس يتميز بهالشيء هذا، مثل ما قلت لك في واجهة عادية في واجهة لا، لينكس يتميز بالميزة هذه عن أي نظام تشغيل ثاني، عن الماكنتوش وعن الويندوز، تعدد الجلسات يعني تحدد جلسة تعجبك. اوكي، بعد ما انك تضغط على تحميل اللغات اضغط على ستور ريموف لانجويجز، دور العربية هذه الارابيك حط عليه صح، بعدين اضغط على ابلاي تشينجز. لنفرض اني راح احمل مثلا ماشي اخاف احمل لغة ثانية يطلع سالفة، لكن لما تضغط هنا راح يطلب من كلمة المرور، داخل كلمة المرور راح يحمل لك باكج من الانترنت. بعد الانتهاء فضلك العربية هنا، اللي عليك انك تضغط وتمسك وترفع فوق العربية بحيث تصير العربية فوق، تمام، او انك تسحب الانجليزية حطها تحت تصير العربية فوق. اوكي، الان العربية فوق معناته انه راح يصير العربية هي الاولى. اضغط على apply system wide اللي هي تطبيق على مستوى النظام، برضو راح اطلب من كلمة المرور، داخل كلمة المرور الان لو سجلت الخروج دخلت مرة ثانية راح تلقاه عربي، لكن خلونا نسجل الخروج مرة واحدة. الان نسكر هذه، ننتقل الى الكيبورد لاي اوت اللي هو تخطيط لوحة المفاتيح، تمام. في عندك هنا اللاي اوت هذا اللي يهمنا، اضغط على الاد اللي علامة زائد هذه، اختر اللغة العربية طبعا بعد تركيب اللغة العربية، او اعتقد انه ما يحتاج تركب دعم اللغة العربية راح تكون موجودة. طيب ركبته، متعودين على الويندوز نضغط على شيفت الت علشان يقلب اللغة، فاضغط على اوبشنز هنا اترك هذا ادخل على keys to change layout واختر على alt shift. ممكن تختار شيء ثاني معجبك، ما ممكن عندك مثلا نوت بوك ومسالفة انك تضغط alt shift. بالنسبة لي انا بالنوت بوك مختار control، بس انا اضغط على زر control اليمين، فشوف هنا في عندك مثلا right control، فلما اضغط right control راح يغير اللغة، لكن خلونا نختار الافتراضية اللي متعودين عليها alt shift. اوكي اوكي خلاص، الحين ركبت اللغة العربية وركبت لوحة المفاتيح العربية. عشان اتأكد من هنا خروج لوج اوت، في طريقة اسرع من هذه تسمى قاتل الجلسة، اللي يضغط على الت وزر برنت سكرين حق التصوير مع حرف كي راح يقفل الجلسة مباشرة، لكن ممكن تفقد بعض البيانات اذا كنت فاتح البرامج. لاحظ انه تعرض طلع لك هنا اخر جلسة الضيف، قبل شوية كان مكتوب لك جلد قست سجن ومدري وشو. طيب برضو انت الحين خلاص تبي تستخدم جنوم، مكتوب هنا جنوم بكيفك تستخدم، لكن انا بكمل الشرح على كلاسيك، والسبب يعني علشان اتاكد انكم كلكم ماشيين معي بنفس الموضوع. الحين راح اتكلم عن طريقه تحديث النظام، ليش احدث النظام؟ علشان اتاكد انه موجود عندي اخر برامج. فعشان تسوي تحديث نظام والتطبيقات مشكلة نعرف اسمه بس لو كتبته بنضيع شوي، هذا هو اخرى، اضغط على اخرى بعدين نضغط على مدير الحزم. اوكي
كلمة المرور طبعا لازم تدخله. اوكي هذا وشو؟ هذا عبارة عن مدير حزم كامل في جميع حزم اللينكس، برامج حزم مستقلة اللي تبي. اذا طلع اعادة تحميل ممكن انك ما يظهر لك هذا في البداية، ما راح يظهر هذا، يظهر لك بحث فقط. اضغط اعادة تحميل، اعادة تحميل راح يسوي تحديث للنظام، فانت حط ايدك على خدك لين يخلص تنزيل. في طريقة تحديث للنظام تلقائي وفي يدوي. تلقائي راح يظهر لك تلقائي يقول لك تحديث النظام، قلنا عم تركيب. عموما راح يظهر لك لو في تحديثات، راح يظهر لك هنا برنامج اسمه مدير التحديثات، اضغط على تثبيت التحديثات راح ينزل لك التحديثات. اوكي الحين برنامج نظام عربي، كيبورد عربي، نتأكد بس. بسم الله. اوكي هذا الكيبورد العربي. طيب بعض التخصيصات، خلونا نتكلم عن تغيير سطح خلفية سطح المكتب. اضغط على غير خلفية سطح المكتب من هنا زر يمين، بعدنا غير خلفية سطح المكتب. ما في شيء جديد اصلا، عموما بغلب الانظمة موجود نفس الطريق، لكن هنا فيه يعني حاجة معينة حاب اتكلم عنها. الثيم اللي هو من هنا راح تغيره انت، تمام؟ الافضل انك ما تغير الثيمات من هنا، راح تطرق لك بعد شوية عن طريقة تركيب الثيمات. لكن الثيم المفروض ما تغيره من هنا، الافضل. الخلفيات هذا الموجود تقريبا حاليا، فممكن تغير الخلفية، تختار هذه. بعد الضغط خلاص راح تغير بشكل تلقائي. بالنسبة لي انا افضل اللون هذا مع الاسود او اللون هذا. ممكن انك تضيف خلفيات اضافية عن طريق الزر هذا، اضغط على الزر هذا. بعدين يا اخي ايش تبي؟ قسم بالله ما ودي اسولف، مو بوقتك. بعدين حدد المكان اللي فيها الصور، اذا مثلا اصلح المكتب في الصور او هنا، اختر الصورة وبعدين تروح تحصل موجود هنا، او مباشرة على الصورة اضغط زر يمين على الصورة واضغط عين كخلفية سطح المكتب. طيب انتهينا من هذا الحين. طيب تخصيص الشكل، اوكي مضطرين افتح الطرفية بس عشان ما اقطعكم بالشرح. ف يمكن هتحصلوا هذا اسمه جنوم تويك تول، تكتب بالانجليزي جنوم تويك تول. طبعا هو مرفق مع النظام بالواجهة الثانية تلقائية، راح تحصله قدامك. اوكي هذا هو. من هنا في بعض الاعدادات في سطح المكتب، لما تسكر هذه مثلا تروح لايقونات في سطح المكتب. لو افتحها بعدين ممكن هنا تخصص حاجات معينه في سطح المكتب، مثلا هل تبي الكمبيوتر يظهر ولا لا. لو قلت هنا راح الكمبيوتر اوكي وتكمل من هنا اللي هي احنا يهمنا. طبعا الفونتس ما راح تحتاج تغيره، الخطوط اذا حاب تغير الخطوط هذه. يهمنا من هنا الثيم، لانه بال لينكس او واجهه جنوم تحديدا او اغلب الواجهات هذه له ثيم، الاطار الداخل هذا له ثيم، الايقونات له ثيم. فراح الحين عندك هذا الثيم الداخلي، لو حطينا مثلا الثيم الاول هذا اللي هو ادويت او ادويتا، راح يتغير الثيم هذا مع هذا. خلونا نعلمك لو حاب تغير الاطار فقط، ويندو ثيم في عندك. لاحظت ان تغيرت الايقونات تصير بشكل دائري، ممكن انك تختار هذا. فانت عندك اكثر من طريقه تغيير الثيم. عموما الثيم هذا اعتقد انه انا الافضل، لكن يمكن في ناس ما يعجبها الافضل. طيب تكلمنا عن هذه، كيف اركب خطوط اضافيه؟ ادخل على مجلد هوم اللي هو ممكن يظهر اسمه المنزل، تمام هذا يظهر عندك باسم المنزل. لاحظ اسم المنزل هنا. طريقه اظهار الملفات المخفيه عن طريق عرض اظهر الملفات المخفيه. الملفات المخفيه بنظام لينكس مجلد اسمه مجلد قبله نقطة، فأي مجلد مو علامة نقطة تأكد انه مجلد مخفي. طيب شلون اضيف خطوط؟ الموضوع بسيط جدا، اللي عليك تسويه انشاء ملف جديد او مجلد جديد، تكتب اسم نقطة فونتس خطوط، اضغط انتر. اوكي راح صار يكون عندك الحين المجلد هذا، جيب اي خط تبي والصقه هنا بس تهينا. ترى يعني مثلا عندك خط التهوم مثلا اللي موجود على الويندوز، اسحبه وحطه هنا خلاص راح يكون عندك موجود الخط. تحتاج الخطوط اذا كان بعض المواقع يستخدم خط معين، مثلا الفيسبوك يستخدم اعتقد التهوم او بعض الاريال، فتحتاج الخطوط حقت الويندوز تحطها هنا. في طريقه ثانيه تركيب الخطوط عن طريق الحزم، لكن هذه الاسهل. اذا حاب مثلا الحين خلونا نطلق البجن، البرنامج المسنجر، في نقطه معينه حاب اتكلم عنها. هذا هو مرسال الانترنت اللي هو ماسنجر. طيب هذه الحسابات، اد عشان نضيف حساب جديد. اوكي لو عندك مثلا حساب فيسبوك
او حساب MSN تمام. اللي عليك تسويه هنا الايميل، هنا كلمة السر. تذكر اذا حاب تخليه يحفظ كلمة المرور استخدم ايقونة معينة اللي تستخدم صورة، اضغط هنا واضف الصورة اللي تبي. اللي بتكلم عنه مو بهذا، اللي بتكلم عنه انه لو سكرت البرنامج هل سيظهر هنا ولا لا. فانت عشان تتأكد راح لأدوات بعدين التفضيلات. طبعا حنا ليش؟ عشان لو سكرت البرنامج يبقى هنا ما يروح. انا حطيت دائما لكن هو على ابدا، فلو خليته ابدا سكرته من هنا راح تقفل المسنجر. فانت خليه دائما علشان يبقى معك على طول. في بعض الاعدادات من هنا ممكن تاخذ فرع عليها على السريع على الاصوات وغيره. طيب ايضا خلونا نتفرج على البرامج الاوفيس. لو كنت انت منزل من الاسطوانة العادية يعني السي دي مو بالدي في دي ما راح تجي معك البرامج هذه. طيب شلون ركبه؟ تروح مرة ثانية لما مدير الحزام. طبعا عود نفسك على مدير الحزام هذا انه في كل شيء. بعدين اكتب هنا ليبر اوفيس. الغريب انه في مدري هنا في ناس تسميه لايبر اوفيس وناس تسميه ليبر اوفيس، فالاغلبيه تسميه ليبر اوفيس. اكتب اوكي هذا هو. فانت اضغط عليه هنا بعدين اضغط على تحديد للتثبيت وبعدين اضغط تطبيق. راح يبدا ينزل لك البرامج راح تحصل موجوده هنا اللي هي برامج اوفيس. مميزات البرنامج هذا اللي هي برامج الاوفيس انه يفتح لك جميع ملفات الاوفيس اللي 2001 2001 2003 2007 بدون مشاكل. خلونا بس ناخذ فرة سريعة على الاكثر استخداما اللي هو الرايتنج او الرايتر. طبعا ايضا من المميزات الموجودة هنا انه تعريف الطابعة ما يحتاج تعريف، كل عليك تسوي انك تشبك الطابعة بس راح يعرفها تلقائيا. طبعا اتكلم عن طابعات اتش بي اللي عندي الحين لكن اغلب الطابعات تشتغل. هذا هو واجهته قريب جدا يعني للوورد حق الاوفيس. طيب في نقطة اضافية اللي هي لينكس ايضا تميز تعدد اسطح المكتب. فلاحظ هنا فيه ايقونة واحدة، ايش معناته؟ معناته انها في سطح مكتب واحد. ممكن تضغط على التفضيلات وتضيف اسطح مكتب ثانية. فالافتراضي اللي يجي معجنوم انه في اربع اسطح مكتب، لاحظ طلع عندك هنا اربع ايقونات. طيب وش معناته؟ معناته انه الان انا في سطح مكتب هنا صح؟ لو رحت هنا راحت الايقونة هذه، انا بسطح مكتب ثاني. لاحظ هذا سطح مكتب ثاني، هذا سطح مكتب ثالث، وهذا رابع. فكل شيء فيه يعني نافذة معينة مثلا لو حبيت تنظم. طيب الان بسجل خروج وادخل على الواجهة الافتراضية. تقريبا الاعدادات للمستخدم العربي الحين انتهيت منها. الواجهة الافتراضية عشان بس في بعض النقاط حاب اتكلم عنها. تختار جنوم ودخل كلمة المرور. هذا الواجهة الأجمل طبعا، أكيد أجمل من اللي قبل شوي. اللي قبل شوي به ميزة إنه أسرع لكن هذه أجمل. أوكي بدأت الشاشة. طبعا مثل ما تلاحظ في شريط تحت تمام وفي شريط فوق مضبوط. الشريط التحتي فيه عندك هنا القائمة منيو، فيه هنا مفضلة برامج مفضلة، ممكن تدخل على أدوات النظام من هنا مباشرة، إنترنت من هنا، رسوميات إلى آخره تمام. ممكنك تضيف بعض الأدوات هنا راح أتكلم عنها الحين. طيب أيضا في هنا علامة الإنفينيتي هذه، لو ضغطت عليه راح يظهر لك هنا أسطح المكتب. لو عندك أكثر من سطح مكتب يظهر لك هنا. خلونا نفتح برنامج فايرفوكس ونفتح مجلد الهوم. مجلد الهوم بمثابة مجلد المستندات بس صرت عندك فكرة. لاحظ الحين لما تضغط على علامة الانفينيتي هذه شوف شلون يجيب لك النوافذ مع بعض. شو الفائدة؟ الفائدة انك تدري شلون فاتح مرة واحدة وتقدر تسكره من هنا مباشرة. بالإضافة إلى انه بدل ما انك تضغط مثلا على هذه، لو انك بالماوس بس حطيته فوق هنا بالجهة هذه يعني بسلم على الفيرج والبوكس ما راح تشتغل معي تمام، راح يصف لك هذا اللي مع بعض نفس الطريقة اللي قبل شوي. اوكي حلو. عندنا الحين سطح المكتب، سطح هذا واحد واثنين. طبعا هنا بالواجهة هذه يظهر لك اياه بشكل افتراضي او بشكل تلقائي ان صح التعبير يعني، ينفضل يظهر من هنا. اوكي خلنا نسكر هذه. خلونا ناخذ بعض الاعدادات اللي ممكن نسويها هنا.
ضغط على علامة الترس هذه اللي هي اللي قبل شوي البرنامج اللي فتحناه واللي اسمه جنوم تويكس هذا. يا جميل. ايوه حلو. اوكي هنا في عندنا اعدادات للشل، الشل الواجهه اسمه الشل هذه. فلو ضغطت هنا مثلا راح يظهر لك يقول لك show date and clock، يعني طلع التاريخ مع الساعة. لاحظ الساعة هنا، هنا show time and seconds الوقت مع الثواني، show the week date اللي كان اللي هو لو ضغطت هنا راح يظهر رقم الأسبوع. تمام. ايش عندنا بعد؟ هذه اعدادات اللابتوب. فلو سكرت شو اسمه الشاشة وش راح يصير؟ اللابتوب لود كلوزر تيون اي سي. اوكي بالنسبة لهذه الأولى الرينج بوتونز ما بلازم كيف هذه، هذا اللي يهمنا هنا وهنا الإعدادات اللابتوب. إذا كان عندك لابتوب، لابتوب ليد كلوز أكشن أون باتري. طيب يعني معناته لو كانت البطارية يعني يشتغل على البطارية بدون الكهرب وش راح يكون إذا سكرت الشاشة؟ سسبند اللي هو تعليق النظام، أو بلانك اللي هو شاشة فاضية، أو ممكن تسوي إيقاف تشغيل إذا سكرت الشاشة. هنا نفس الكلام لكن إذا كان السلك الكهرب موصل. شيل إكستنشنز اللي هنا اعدادات وجهة شل مثل ما انتم شايفين. اول شيء في عندك منيو اكستنشن اللي هو هذا، اذا انت حابب يكون موجود هنا ولا لا ممكنك تشيله، تقول انا اوكي ما له فايدة انا بهي هذا موجود بس، ممكنك تشيله من هنا. ممكنك تشيل ميديا بلاير اكستنشن اللي هو شغل الوسائط، سمارت اوفر فيو اللي قبل شوي اذا ضغطت هنا مثلا مو كان يظهر لك هي بترتيب معين، لو الغيت هذه الخاصية ما راح يظهر بالترتيب اللي قبل شوي. مونيتور ستاتس ممكن تشغل هذا بحيث انه يكون في مراقب للنظام، بس ما ادري وين هو بيشتغل حقيقه ما عندي فكره، اعتقد من تحت هنا. اوكي باتون بانل اللي هو الشريط السفلي هذا ممكن تشيله، تقول ما بيه ابي اشتغل على الشريط العلوي بس، ممكن ليش لا. وشباب هذا له ترتيب معين للشريط العلوي هنا البعض الاشياء اللي تطلع فوق. اوكي يوزر ثيم اكستنشن طبعا خله مفتوح، السبب سبحان الله والله في واحد يتبلان بالمسنجر هذا شكله ما عنده غيري. الت تاب لو ضغطت الت تاب يظهر لك هنا الاشياء اللي فاتحه، خلونا نفتح المجلد مثلا هذا. لو ضغط الت تاب شوف ايش يسوي، تختار البرامج اللي فاتحه تبي هذا او هذا. اوكي نوتيفيكيشنز اللي هنا تحديد للتنبيهات يظهر من تحت، ممكن تسكره. شوت داون منيو اكستنشن هنا اساسا افتراضيا معجزوم انه ما يظهر اطفئ، فلو لغيت هذه تروح اطفئ. اوكي ويندو ليست اللي هي اعتقد هذه اعتبر هذه اللي هي النوافذ المفتوحه، طبعا هذه المفروض تكون موجوده. ابى اضيف لكم اضافه يعني ممكن الأغلبية يحبونه، لو ألغيت الشريط هذا ممكن تحط شريط بديل بشكل أفضل، خلونا نلغيه الحين. طب بالنسبة لي أنا عن تارك الأمور هذه، صار أستخدم الكمبيوتر بشكل جاهلي يعني مثل ما كان يستخدم أبو جهل أبو لهب، ما عندي الشريط تحت وخلاص أسرع. إذا كنت منتج فيديو أو حابب إنك تستخدم أشياء إضافية أو أجهزة إضافية على النظام نفسه فأنا فوق تستخدم واجهة خفيفة. خلونا نلغي هذا بس عشان فين راح بوتن بانل، ونضيف شريط سفلي أجمل هذا بديل البرامج مدير التطبيقات. طبعا ميزة هذا عن هذاك أنه هذا فيه صور وأيقونات للبرامج، اللي قبل شوي كان مجرد صور، لكن اللي قبل شوي ما تستغني عنه إذا كنت حاب تستخدم بعض الحزم يعني. اوكي هذا مدير التطبيقات مثل ما تقول مثل الاندرويد ماركت او شو اسمه هذا الثاني ماركت بليس حق الويندوز. جاريتها مع البيانات طبعا ممكن تركبه انت بخطوة واحدة، خطوة سريعة وسهلة اللي هي عن طريق الطرفية. الطرفية طبعا يا سلام اشتغل هذا من ما غيرت يشتغل الطرفية اللي هو سطر الأوامر هذا أو التيرمينال
ممكن من هنا تركبه بطريقة واحدة أو بشكل واحد، بس في ناس متخوفة من الموضوع هذا ما أدري ليش، عشان كذا ما أتكلم عنه. لكن سهلة بشكل يعني كبير، بدل ما تدخل من هنا وتكتب اسم البرنامج، كل عليك تكتب اسم البرنامج هنا خلاص تحمله. طيب اسم البرنامج اسمه دوكي، فأنت تكتب دوكي بالشكل هذا، ممكن أنه يعلق عليك وما أدري شو ليش، لأنك ضغط حرف مثلا يبحث بحرف الدي فقط، هذا دوكي. أوكي طريقة التحميل، بس أضغط هنا عليه راح يفتح لك النافذة اللي بالبرنامج، وأضغط تنصيب، دخل رقمك السري. شلون أفتح البرنامج؟ أضغط هنا على علامة الإنفينيتي وبعدين التطبيقات، أو أكتب البرنامج هنا اسمه خلاص يطلع. أوكي ممكن تكتب دوكي هنا ويطلع البرنامج هذا هو. هذا راح يحط لك تحت شريط بشكل يعني شو أقول لك يعني رهيب، منسق وسهل، وتقريبا هو الشريط الأفضل. في برامج ثانية مثل برنامج أفانت. طيب هذا هو، خلونا نفتح مثلا برنامج إضافي بحيث إنك تشوف إيش يسوي هذا. لاحظ إنه يظهر لك شريط هنا. في إعدادات معينة لازم تتبعها بالبرنامج. أول شيء إنه يكون يشتغل معبد التشغيل، لازم يكون هذا عليه صح. ممكن هنا تسوي بعض الإعدادات. تقريبا إلى هنا انتهيت. شكرا للي سووا لي سبسكرايب والحركات هذه، دعمتوني اني اكمل. اذا اول مره تشوف الفيديو سووا سبسكرايب وسووا لايك وسووا كل شيء، وشارك وانشر بحيث انك تنفع غيرك اللي ما يعرف شيء عن منت. ويا ليت اشوف فيديوهات جديده، يعني ناس استفادت طلعت فيديوهات تصلح غيرهم. خلاص انتهيت، مع السلامه.